معكم هدى عثمان لتقديم تقرير NYFP اليومي من بورصة نيويورك ليوم الخميس العاشر من شهر نوفمبر لعام 2011. صباح اليوم نجد أن الأسواق هنا تشهد ارتفاعات كبيرة، وذلك بعد التراجعات الحادة التي كانت قد شهدتها الأسواق هنا بالأمس. مؤشر داو جونز حاليا مرتفع ب 100 نقطة أي ب 0.85%، مؤشر النازك ب 10 نقاط 0.4%، ومؤشر الاس ام بي ب 9 نقاط أو ب 0.8%. لدينا بعض التقارير الاقتصادية التي صدرت هنا اليوم وبعضها يساعد على هذه الارتفاعات، منها تقرير لوزارة العمل الأمريكية. أظهر هذا التقرير أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات إعانة وبسبب البطالة الأسبوع الماضي العدد تراجع ليصل إلى أدنى مستوى له خلال 7 أشهر، تراجع ب 7000 ليصل إلى 390,000. تقرير آخر صدر أيضا عن وزارة العمل الأمريكية أظهر تراجع أسعار الواردات خلال شهر أكتوبر وبنسبة 0.6%. ما زال هناك طبعا تركيز على ما يحدث في أوروبا وتطورات اليوم، خاصة تعيين رئيس وزراء يوناني جديد. أيضا العائدات على السندات الإيطالية قد تراجعت إلى دون مستوى 7%، وذلك يعتبر مؤشر جيد ساعد أيضا على دفع الأسهم للارتفاع. صدرت أيضا بعض التقارير البيانات الأرباح عن بعض الشركات، ربما أهمها هي شركة سيسكو والتي أعلنت عن نتائج أرباحها ورفعت من توقعاتها بالنسبة للأرباح المستقبلية، أدى ذلك لارتفاع السهم في أوائل التداولات اليوم، ارتفع بأكثر من 5%. أخيرا بالنسبة للعملات، اليورو مرتفع أمام الدولار الأمريكي صباح اليوم، وسعر النفط حاليا مرتفع بأكثر من دولار وفوق مستوى 96 دولار للبرميل.